ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. قبل ما نبداو الفيديو كيف العادة صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا الهريسة العربي على الطريقة الزمنية وعلى أصولها. كما نعرفوا تويكا وقت الفلفل هذية هكا الأحمر موجود كثرة في الأسواق ليميت هذية، علاش لا ما نستغلوش الفرصة ونعملوا الهريسة متاعنا في المنزل، حاجة تكون نظيفة وعلى عينينا وكذلك حاجة بنينة على الأخر. إذا كنتم زوار جدد حبيت نقولكم مرحبا بكم، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسيوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير، ونخليكم تويكا مع طريقة التحضير والمقادير. دونك هذه هي الفلفل نتاعنا بالنسبه للهريسه. اليوم عملتها بالفلفل هذيا هكا الحلو، والفلفل هكا الحار بالنسبه لي انا، ما نحبش الهريسه اللي تكون حاره برشا وما نحبش اللي تكون حلوه على الاخر. دونك هكا نعدل ناخذ نفس المقدار من الفلفل الحار ونفس المقدار منه كيفو فلفل حلو، معناتها ناخذ نفس بالنسبه للكونتيتي راهو ما يقلقش. انا بعد كي تنقل لكم الحكارات بالضبط باش كيفاش تفوحوا الهريسه نتاعكم. كيما قلت لكم الفلفل نتاعي ما نغسلوش، ناخذه من عند الخضار نخليه في الشمس نهارين هكاك حتى لين هكا يشيح شويه وينقص من هذاك الماء اللي فيه، باش من بعديك ما يعد مناش هذيك الهريسه والبكتيريا اللي فيه تتنحى بمفعول الشمس. اول حاجه كما قلت لكم ما نغسلوش، مش ننظفه، ومن بعد ما ننظفه وانا نغسله. كيما تو هكا مش ناخذ ننظف الجرينات الفلفل نتاعي، نقصو هكايا ومش نحي هذيك الزريعه اللي من داخل، واذا كان هكا فيه شويه هكايا ذريبات هكا معدومين نحيوهم. وحاجه حبيت نقولها لكم، نلبسوا قاع بيدينا خاطر الفلفل الحار برشا هكا، ردوا بالنا باش ما يدينا ما تنبعديك ما توليش تحرقنا بهذيك الزريعه نتاع الفلفل الحار. هاو كننظف، نجمو تنظفوه على الاخر كيما تنجمو تخليو هذيك الحبيبات نتاع الزريعه. بعد هكا كي تنحيو الهريسه نتاعكم يقعد هكا فيها منظر مزيان. دونك كيما هكا كيما قلت لكم ردوا بالنا نظفوه بالباهي، نثبتوا اذا كان فما قريين هكايا كيما قلت لكم معدوم ولا حاجه نحيوه كيما هكا. سهله الطريقه مش صعيبه. باش نكمل انا تويكا ننظفو بنفس الطريقه وكيما وريتكم كيما هكا، ومن بعد ما نكمل ننظفو وانا نرجع لكم. دونك كيما تلاحظوا كما تنظفت الجرينات الفلفل نتاعي تويكا مش نغسلهم كيما قلت لكم، انا نغسلو بعد ما ننظفو نغسلو بالباهي. ونخليه بعديكا في الكسكاس نخليه نرمي على الغاز لين يفور ويطيب لنا. هاكا نغسلوه قداش من مره باش اذا فيه تراب ولا فيه اي حاجه تتنحى. هاكا نحاولوا نوسعوا بالنا ونغسلوا هكايا بالقرن بالقرن، فيه تراب فيه اي حاجه تتنحى. كيما تلاحظوا كملت غسلت الفلفل نتاعي، رميته كيما قلت لكم في الكسكاس، وهذيك هكا نحاسه نرمي فيها الماء ومش نخليه يفور في على الغاز. بالنسبه للكميه هذه انا عندي 4 كيلو من الفلفل، عندي استعملت عليهم زوز روس ثوم، معناتها روس كبار به هذوما هكا الثوم. نجمو نحطوها هكا على الاول الثوم يفور مع الفلفل، والا هكا كي نحسو قريب يطيب الفلفل وحنا نرميو كميه الثوم. كيما تنجم تعملو هكا راهو ما غير ما تفوروا، نجم تعملو كيما هكا بعد ما تفور وترحي وتجي ترحي الفلفل نتاعك وانت ترمي معاه الثوم هكا هنا. دونك انا مش نعمل هك وهك، مش نعمل شويه
كي بدأ يطيبث الفلفل شوية، ومش نرمي الثوم، مش نخليه يسنينات كيما هما، ومن بعديك احنا نرحيه وانا نرحي مع الهريسة. لو كيما قلت لكم مش نخليه يفور حتى لين نحسوا هكا الجرين الفلفل، كي نرميه فيها كي سكينة نحسوها هكايا طاب بالباهي. دونك خليه يطيب بعد نرجع لكم. كيما تلاحظوا رجعت لكم تويكم بعد ما كملت طيبت الفلفل نتاعي. كيما تلاحظوا ديجا حتى المقدار نتاع الفلفل كيما تلاحظوا هكايا نقص، والقرون نتاع الفلفل طايبين. وكيما قلت لكم الثوم رميت كميه من الثوم خليتها تفور مع الفلفل، والكميه المتبقيه مش نخليها كيما قلت لكم هكايا مش نرحيها. دونك باش تاخذوا اي ماكينه عندكم ترحيوا بها الهريسه نتاعكم، تحبوا هذه هكا اللي بالكوره نتاع الحم، تحبوا الزمنيه، فما هذيك اللي زاده مانيويل، كيما تحبوا انتوما ترحيوا الهريسه نتاعكم. دونك مش نبدا نرحي فيها، بسم الله. اهو كل مره مره نحطوا الثوم، ومره نحطوا الثوم هكايا هذيا كالني، ومره نحطوا جرينات الفلفل ونرحيو الهريسه نتاعنا. سهله شي ما فيها كما لاحظتوا، طريقه بسيطه وسهله على الاخر. بسم الله. كيما تلاحظوا كيفاش هكايا طرحات معايا الهريسه، تحبوها هكايا خشينه شويه والا رطبه، انتوما تتحكموا في الرحيه نتاعكم، تنجموا ترحيوها مره والا مرتين بالرحايا. هذه هكا الهريسه نتاعي كيما تلاحظوا، مش نكمل انا نرحيها بنفس الطريقه باش ما نقلقكمش بحس الماكينة اللي نرحي بها. نكمل نرحي الكونتيتي كاملة ومن بعد نرجع لكم. كما تلاحظوا كملت رحيت كمية الفلفل اللي عندي الكل. كما تلاحظوا بالنسبة لي انا هكا سي بون، ما نحبهاش هكا برشا تبدا هكا ماعة كما نقولوها، وما نحبهاش خشينة، سي بون هكا الهريسة نتاعي كيفاش انا نحبها. باه كملت كما قلت لكم رحيتها، مش ناخذ هكايا صفيه تبدا هكايا جويده، والا تنجموا تعملوا هكايا تبيقه تبدا موسلين، ومش نخلي فيها الهريسه نتاعي ومش نبيتها الليله كامله تستقطع باش يهبط منها هذاك الماء الكل. كما هكايا مش نخليها في هذه هكا عندي الغربال هذه هكا، مش نغطيها ونخليها في الثلاجة. ردوا بالنا ما نخليوهاش لبرا تعد منا، نخليوها في الثلاجة ليلة كاملة حتى لين تستقطر بالباهي بالباهي، ومن غدويكا مش نفوحوها ونقيموها في العلب اللي مش نحتفظوا بها. دونك خليها هكايا ومن غدويكا نرجع لكم. هاكا هي ديجا كيما تلاحظوا بدات تقطر في الماء نتاعها، شفتوها، نغطيها ومن غدوه كان نرجع لكم. دونك رجعت لكم من غدوه الحي، كما قلت لكم بيت الهريسه نتاعي ليله كامله تستقطر في الهكايه هذا الكسكيس او الغربال، وتويكا مش نفوحوها مع بعضنا. شوفوا هذاك الماء اللي هبط منها الكل، نجمو راهو نطيبو بيه بسباس، نطيبو بيه اي اكله اخرى نجمو نستغلوها. نحركها هكا شويه، استقطرت بالباهي بالباهي بالباهي، وتويكا مش نفوحوها مع بعضنا. مش ناخد مش نفوحوها بالملح، مش نعمل مغرفتي ملح، الملح راهو حسب الرغبه كيما تحبوا انتوما تملحوها حسب الرغبه وحسب الذوق. نجمو زيدا نعملو ونذوقو نراو سينو نزيدو شويه. وتابل وكرويه مش نستعمل كذلك ملعقتين هكايا اكل تابل وكرويه، يبنن برشا الهريسه نتاعنا. هذوما هكا اللفاحات للهريسه، وعندي لهنا هذيا هكا الدواء اللي نستعملوه او المصبر اللي نصبروا به الهريسه،
نجمو تستعملوه باش تصبر لنا الهريسة مدة طويلة وتقعد بالعام ما يجرى لها حتى شيء في الثلاجة من اللوطة. سينو اللي ما يحبش المصبرات يحطهم في هكايا العلب اللي مش يستحفظ بيهم بالهريسة متاعه في وسطهم، ويحطهم في الكونجيلاتير من فوق كذلك، أو كوقت اللي يستحق يمد بالمزانة كما يقولوها وتستعمل. ما انا مش نعمل المصبر هذايا، هكا يتباع في عند الفارماسية. ومش نصب عندي لهنا زيت زيتونة، بنن برشا الهريسة كذلك، نضيف هكا كمية من الزيت ونحرك ونحركها بالباهي بالباهي. نستعمل ملعقة أفضل، حركوها بالباهي ومن بعد نذوقوها ونشوفوها. كملنا نحركها بعد نوريها لكم في صحن التقديم إن شاء الله. أو كيما تلاحظوا حركت الهريسة متاعي بالباهي، دخلت هذاك البزارات الكل في وسطها بالباهي بالباهي. طيب مش ناخو العلب هكايا القوارير اللي من الزجاج، عقمتهم وخليتهم هكايا شاحو، ومش نعبيو فيهم الهريسة متاعنا. ضروري انهم يكونوا من زجاج ونعقموهما باش الهريسة متاعنا كذلك تصبر المدة طويلة. كيما تلاحظوا هاكا كيما هاكا، ومش نجي هكايا ناخو شوية من زيت الزيتونة، مش نصب هكايا شوية من الفوق ونغطي عليهم. وهذيا هكا الهريسة متاعنا تكون حاضرة. نودكم ولا نشهيكم بنينة على الاخر. هذه وصفتي كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش بشاركوني تطبيقاتكم على الجروب وعلى الباج فيسبوك ويزين باي منو. بارتجيوا الوصفة بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعم الفائدة. وفي وصفة قادمة ان شاء الله. بسلامة.